الحلم أصبح واقعا ولا شيء مستحيل بعد اليوم. فمن كان يظن أن بإمكان أي مواطن عراقي بسيط الدخول إلى المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى مجلس النواب بسهولة تامة كما فعلها المحتجون وأتباع التيار الصدري منذ يومين؟ المشهد يتصدر من جديد عبر عجلات التيك توك، فبعد أن استخدمت كسيارات إسعاف لنقل الجرحى والمصابين في ثورة تشرين اليوم وفي ثورة عاشوراء، افتتح أصحاب عجلات التيك توك خط نقل مباشر من جسر الجمهورية إلى مجلس النواب لنقل المتظاهرين مقابل 1000 دينار عراقي فقط. إذن التيك توك من جديد يتصدر مشهد الاحتجاجات العراقية. ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث مجلس النواب يتحول إلى مجلس عزاء مفتوح للإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام. بعض مما رصده المحتجون وما جرى تداوله في الساعات القليلة الماضية نضعه بين أيديكم. تهديد بالوعيد والقصاص بالسلاح لكل من يتعرض لمتظاهر محتاج أو من خرج نصرة لثورة عاشوراء أو تلبية لأمر رجل الدين السيد مقتدى الصدر. جماعة مسلحة بليثام ولباس أسود تطلق على نفسها جيش المهدي خرجت في فيديو مصور وهي تتوعد الحكومة والقوة الأمنية في حال المساس بالمتظاهرين. بسم الله قاسم الجباري، نحذر الأحزاب الفاسدة وقوى الإطار التبعي وكل الفصائل من المساس بإخوتنا ثوار عاشوراء في بغداد. وإذا استخدمتم السلاح ضد إخوتنا بأي نوع من أنواع الملابس سواء الشغب أو غيره فإنكم معروفون، والقوات الأمنية لا تقدم على أي عمل ضدنا لأننا أخوتهم، لكنكم تحشدتم في الخضراء لأجل المساس بإخوتنا. ونقول لكم الله تعالى أذن لنا بالرد عليكم وعلى كل مسمياتكم، فهو القائل جل اسمه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والله ناصر المظلومين. ثوار عاشوراء واصل 29/7/2022. صلي على محمد وآل محمد وعجل ولهم ولعن عدوهم وانصر ولهم مقتدى.
ردود أفعال وكومنتات كثيرة وتعليقات أخرى كانت متواجدة على منصات التواصل الاجتماعي وأفرزتها هذه الفيديوهات المصورة. اخترنا لكم جانبا من تلك التعليقات، نبدأها مع تعليق لرحاب الربيعي. تقول رحاب الربيعي في تعليقها عن ما حصل من مجموعة مقاطع الفيديو، سيظهر تعليق رحاب الآن. قالت رحاب في تعليقها: اليوم الشعب قد أكمل النصاب القانوني، ثورة عاشوراء. وبالنسبة لسواق التوك توك أقول لهم مو جديد عليكم، وثورة تشرين العظيمة تشهد لكم. أيضا هناك مداخل وتعليق من مناف، يقول مناف في تعليقه، مناف التميم: إذا لا حاجة بعد الآن لباج المنطقة الخضراء ولا لحماية المنطقة الخضراء، ولينتبه المتظاهرين لذلك، يجب حل البرلمان وجعل النظام رئاسي. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر من حيدر، يقول: أعظم الله لكم الأجر والثواب وأحسن إليكم العزاء بهذا المصاب الجلل، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هناك مداخلة وتعليق من مشتاق العيساوي، يقول: ثلاثة يطالب بها أغلبية الشعب العراقي: كتابة دستور وطني جديد، وتغيير النظام إلى رئاسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية.